موجز الأخبار، أهلا بكم. تسلمت وزارة الدفاع الوطنية اليوم في إطار الصفقة المبرمة بينها وبين شركة لوكهيد مارتن طائرة نقل ثانية من نوع C-130G بعد أن تسلمت طائرة أولى في نفس الصنف في وقت سابق. وقال وزير الدفاع الوطني غازي جريبي خلال إشرافه على حفل تسليم الطائرة بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جاكوب بولز، قال إن وزارة الدفاع الوطني تثمن مجهودات الإدارة الأمريكية لتعزيز القدرات البرية والبحرية والجوية لتونس، خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية، مضيفا أن هذه الطائرة ستعزز القدرات العملياتية لجيش الطيران. وقد مثل الوضع الأمني في البلاد ومتابعة مجهودات قوات الجيش الوطني في مقاومة الإرهاب إضافة إلى الوضع الأمني على الحدود مع شقيقة ليبيا محور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبتي بوزير الدفاع الوطني غازي جريبي صباح اليوم بقصر قرطاج. وتناول اللقاء سبل تطوير المنظومات العسكرية من خلال توفير المعدات اللازمة لمواجهة خطر الإرهاب. نفذ طلبة الهندسة بعدد من الجامعات اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي احتجاجا على ما أسموه تهميش قطاع المهندسين، وعبر المحتجون عن اعتراضهم على الجامعات الخاصة التي تسلم شهادة مهندس لمن يدفع المال، والحال أن هؤلاء الطلبة لا يجتازون المناظرة الوطنية. كما طالب المحتجون سلطة الإشراف بتوفير المعدات اللازمة لدراسة الهندسة ومساعدتهم على إيجاد تربصات سنة التخرج. رصد خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية 133 تحركا احتجاجيا فرديا وجماعيا، كان ضمنها 26 تحركا احتجاجيا عن طريق الانتحار أو محاولة الانتحار. أرقام أعلنت خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتقديم تقرير حول التحركات الاجتماعية لشهر ديسمبر الماضي. كما تطرق المتدخلون إلى آخر المستجدات في التحركات الأخيرة بالحوض المنجمي برديف، وتم عرض لبرنامج تظاهر جان في شهر الحراك الاجتماعي الذي سيمتد على يومين. نظمت وزارة التكوين المهني والتشغيل اليوم ندوة وطنية حول النهوض بمراكز الفتاة الريفية، وقد تضمن برنامج ندوة محاور تعلقت بواقع هذه المراكز وأفاقها وكيفية تطوير صيغ التكوين بها. كما استعرض المشاركون أبرز الإشكالات التي تواجه هذه المراكز وعددها 14 مركزا موزعة على 13 ولاية. وقد تم على هامش هذه الندوة تكريم عدد من مديرات مراكز الفتاة الريفية المتقاعدات. أجلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهيدي الثورة بدوز وجرحها إلى 19 من فبراير القادم، وذلك استجابة لطلب شقي الدفاع. محامو القائمين بالحق الشخصي طلبوا التأخير لتقديم الطلبات، في حين طلب لسان الدفاع عن المتهمين التأجيل لإعداد وسائل الدفاع. جلسة حضر خلالها المتهمان اللذان وجهت إليهما تهمة القتل العمد ومحاولة قتل نفس بشرية، ولدى استنطاقهما نفيت تهم المواجهة إليه. وتعود وقائع قضية شهيدي الثورة بدوز وجرحها إلى 12 من جانفي 2011. دوليا الآن، كثفت بريطانيا اليوم أمن الحدود عند المواني والنقاط الأمنية التي تديرها على الأراضي الفرنسية، وذلك عقب الهجوم الذي شهده أمس مقر صحيفة تشارلي إبدو في باريس، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي إيقاف 7 أشخاص رهن التحقيق في الاعتداء. وأوضحت مصادر قضائية أن من بين المعتقلين رجال ونساء من أوساط شقيقين المتهمين بتنفيذ الاعتداء، ولذين ما زالا في حالة فرار وهما فرنسيان من أصل جزائري ويدعى عيان شريف وسعيد كواشي. وبشأنهما قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن البحث يجري عنهما وهما معروفان لدى أجهزة الاستخبارات وكانا ملاحقين قبل هجوم الأمس. وفي فرنسا، دائما أعلن مصدر بشرطة الفرنسية أن انفجارا هز مطعم شاورما بجوار مسجد شرق البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم. وأوضح المصدر نفسه أن واجهة المطعم تحطمت إثر الانفجار الذي لم يخلف إصابات بشرية. كما ذكر مصدر بالشرطة الفرنسية ومصدر قضائي أن شرطية توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها في حادث إطلاق نار بجنوب فرنسا نفذه مسلح اليوم قبل أن يفر على متن سيارة مسروقة. الحادث تسبب أيضا في إصابة شرطي آخر بجروح، وقال المصدر نفسه أنه لم يتضح في هذه المرحلة ما إن كانت هناك أي صلة للحادث بالهجوم الذي وقع في صحيفة تشارلي إبدو أمس.
حاصرت الثلوج متراكمة في البقاع شرقي لبنان آلاف سوريين الذين يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة وسط تدني درجات الحرارة وقلة وسائل التدفئة، الأمر الذي زاد من معاناة اللاجئين وتسبب في وفاة طفلة. وغطت الثلوج نحو 40 خيمة في مجدولين قرب مدينة بعلبك في مخيم يقع ضمن منطقة أدت العاصفة إلى قطع المواصلة عنها. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة، نلقاكم بإذن الله في نشرة الثامنة، إلى اللقاء.